مرحبا بكم مجددا في نشرة السالسة. أكد رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمن بأن الحكومة ستعمل على تعزيز الحريات ومبادئ العدالة من خلال تكريس استقلالية القضاء. وخلال كلمة ألقاها أمام البرلمان الجزائري بشأن مخطط عمل الحكومة، أكد رئيس الوزراء التزام الحكومة بمضاعفة الجهود لتحسين فعالية العمل القضائي لضمان المساواة بين الأفراد وتعزيز الآليات التي تضمن ذلك، مشددا على أن الحكومة ستواصل العمل على إطفاء المزيد من المرونة على الإطار القانوني المتعلق بإنشاء الجمعيات والأحزاب السياسية. ستعمل الحكومة على تعزيز الحريات وعصرنة العدالة من خلال تكريس استقلاليتها وفعاليتها عن طريق مراجعة القوانين العضوية المتعلقة بالقانون الأساسي للقضاء والمجلس الوطني للقضاء الذي سيتم تنصيبه قبل نهاية هذه السنة إن شاء الله. كما تلتزم الحكومة بمضاعفة الجهود من أجل تحسين نوعية وفعالية العمل القضائي والخدمة العمومية المرتبطة بالقضاء، وحرصا منها على ضمان المساواة أمام العدالة، تلتزم الحكومة بالعمل على تسهيل اللجوء إلى العدالة، خاصة عن طريق مراجعة الإطار القانوني للمساعدة القضائية وتعزيز الآليات التي تيسر ذلك،